السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إزاي نعمل اختصار للروابط، والرابط باختصار اللي هو عنوان الصفحة أو الموقع اللي بيبقى موجود فوق ده في شريط البحث أو الأومني بوكس الخاص بكروم أو أي متصفح تاني. زي ما احنا شايفين الرابط طويل جدا، وطبعا باخد الرابط ده مثلا بعمله نسخ، بحطه في ملف وابعته، او بخش على المنصة وارسله للطلاب او على الواتساب او على اي وسيلة تواصل. لو رابط واحد مش مشكلة، لكن تصوروا ان انا محتاج اضع مثلا اكتر من رابط، فاللي هيحصل ان المنشور هيبقى طويل، وده بيسبب ان اي حد هيشوفه ان هو يعني في الاغلب مش بيقراه او مش بيدخل على الرابط دي او على المعلومات اللي في المنشور. فاللي هنشرحه النهاردة ازاي الرابط الطويل ده ازاي نختصره ويبقى نفسه ويدخلنا على نفس الصفحة. فهنستخدم النهاردة موقع اسمه TinyURL، والموقع ده وظيفته اختصار الرابط. طيب هنخش على الموقع. الموقع اسمه tinyurl.com. اول ما بنخش بيفتح على طول الموقع، بيبقى فيه مربع مكتوب ادخل الرابط، فانا بعمل لصق او اعمل كنترول في، حطيت الرابط اللي هو الطويل مثلا من بنك المعرفة او من جوجل درايف، وبضغط على ميك تايني URL يعني اعمل لي الرابط. بضغط كده اهي الصفحة حملت وعمل لي الرابط. الرابط كان عبارة عن 164 حرف، اختصره وخلاه بس 28. اهو الرابط شايفين، بعمل له كوبي من هنا، وهوريكم مثلا الرابط بقي ازاي. اهو الرابط، يعني لو قارنا، تخيلوا بقى لو انا عايز احط مثلا 4 5 رابط، فبالشكل ده المنشور هيبقى قصير ومشجع ان حد يشوفه. نجرب كده الرابط هيشتغل ولا لا. عملنا لصق في السيرش بوكس بتاع الكروم ودوسنا انتر، هي نفس الصفحة، ادي الصفحة الاصلية اللي كنا فيها، هي نفس الصفحة بعد ما عملنا لصق للرابط القصير. يبقى باختصار هنخش على موقع TinyURL ونعمل لصق هنا لأي رابط أنا عايز أختصره، وأضغط على ميك تايني يو ار ال، هيطلع لي الرابط، هروح أعمل له نسخ وألصقه في أي وسيلة تواصل مع الطلاب. شكرا لكم.